أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. التكويت التعريق التأرين نريد أن يكون كل شيء في الكويت كويتيا، نريد أن يكون كل شيء في العراق عراقيا، نريد أن يكون كل شيء في إيران إيرانيا. هذه المفاهيم الواضحة البطلان، المفاهيم السيئة التربية على النفسيات الضيقة هذه المفاهيم التي تذكر الإنسان بالعصر الحجري، تذكر الإنسان بما قبل الإسلام، المفاهيم المتخلفة. تنشر وتشاع في عصر يسمى بعصر الانفتاح. العالم ينادي بالانفتاح في كل شيء، والبعض ينادي بالانغلاق إلى هذا الحد. هذه المفاهيم، هذه الكلمات، هذه الصيحات في كثير من بلاد العالم بصورة أو بأخرى بألف حجة وحجة تذكر. في أكثر بلاد العالم هذه المفاهيم موجودة، وهذا يدل على أن العالم عندما ينادي بالانفتاح نداؤه كذب، لا ينادي بالانفتاح. الانفتاح الذي يخدم اقتصاد أصحاب رؤوس الأموال، نعم، الانفتاح الذي
يدعم سياسات السياسات الكبرى، نعم، أما الانفتاح الواقعي غير موجود. هذا النداءات خلاف الانفتاح. الانفتاح معناه نذوب الأشياء، نذوب العرقيات، نذوب الجنسيات، نذوب هذه الأمور. لا، العالم ينادي بتذويب الدين، العالم ينادي بالتذويب فيما إذا كان التذويب يخدم رؤوس الأموال، يخدم الشركات الكبرى. هناك تذويب يخدمهم، الحواجز تقلل من أرباحهم، يلزم أن يزيلوا هذه الحواجز، الحواجز التي لا تخدم سياساتهم واقتصادهم. أما الحواجز الأخرى العالم هو يدعو إليها. هذا النداء، النداء خلاف الانفتاح، واضح، انغلاق. ليس غريبا أن نسمع هذه المفاهيم من الحكومات ومن الجهات المرتبطة بالحكومات. الحكومات لها سياسات خاصة، فيها آلاف الأخطاء، عشرات الآلاف من الأخطاء، لا علينا بها. هذا ليس غريبا، مألوف، المتوقع من الحكومات هذه. الغريب أننا نسمع هذه الصيحات، هذه المفاهيم من أناس مسلمين، لا بل مؤمنين أيضا، من أناس يقرؤون ليلا ونهارا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقرؤون ليلا ونهارا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يقرؤون هذه الآيات ليلا ونهارا، مع ذلك ينادون بهذا النداء. هذا هو الغريب. لا نستغرب من الحكومات، الحكومات حكومات سياسات، لا تفهم القرآن ولا تعرف القرآن ولا هي أصلا في هذا الاتجاه. أما المسلم الذي يقرأ القرآن، الذي يعتقد بالقرآن، الذي يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وآله، من تذويب هذه المفاهيم الخاطئة، هذا الغريب أن ينادي بهذه النداء، بهذا النداء. الأغرب من ذلك والأصعب من ذلك على المؤمن أننا نسمع هذه النداءات فيما يرتبط بالدين. العرقيات والجنسيات جئنا بها حتى إلى صميم الدين. نريد في الكويت عالم ديني كويتي، نريد في العراق عالم ديني عراقي يحمل جنسية، يعني قيمته بحمل جنسية معينة، نريد في إيران عالم دين إيراني، لا أكثر. القضية تجاوزت حد علماء الدين، وصلت إلى المرجعيات. في الكويت نريد مرجع كويتي، في إيران نريد مرجع إيراني، في العراق نريد مرجع عراقي. فلان من الناس في إيران يحمل جنسية إيرانية، أعلنوا أنه مرجع للإيرانيين داخل إيران. عجيب. هذه الكلمة تدل على أن الشخص ليس فقيها، هذا واضح أصلا. هذه الكلمة تدل على أن الشخص لا يعرف أوليات الإسلام. مرجع إيراني يعني ماذا؟ مرجع لداخل إيران يعني ماذا؟ إن كان واجداً لشرائط المرجعية فكل شخص يجوز له أن يقلده، إن لم يكن جامعاً للشرائط، لشرائط المرجع التي قررتها الروايات الشريفة، لا يجوز لأي شخص أن يقلده، إيرانياً أو غير إيراني. يعني ماذا مرجع لإيران؟ سمعتم لعله قبل سنوات، يعني لاحظوا إلى أين وصلنا؟ المرجعية، هذا المقام المقدس
نريده ضمن أطر، ضمن ضوابط بلاد، يعني على مقياس بلد. هذه مرجعية؟ المرجع هو الذي قررته الروايات الشريفة أن يكون جامعا لمجموعة من الشرائط. في أي رواية ورد أنه في إيران يلزم أن يكون المرجع إيرانيا، في العراق يلزم أن يكون عراقيا، في الكويت يلزم أن يكون كويتيا، في الهند يلزم أن يكون هنديا، من أين هذا؟ هذا ليس تخلفا، والتخلف جئنا به إلى صميم الدين الذي منذ البداية رفض الدين هذه المفاهيم الخاطئة. رسول الله صلى الله عليه وآله قرب سلمان، شخص فارسي، وبعد أناس منافقين من أصل العرب، والنبي صلى الله عليه وآله هو عربي. الإسلام من البداية رفض هذه المفاهيم، لا، جئنا بهذه المفاهيم الخاطئة إلى المرجعية الدينية أيضا. والعجيب أن نفس هؤلاء الذين ينادون بهذه النداءات السيئة الخاطئة المتخلفة التي ترتبط بالعصر الحجري، ترتبط بعصر ما قبل الإسلام، لا ترتبط بالثقافة، هذه المفاهيم خصوصا بالثقافة الدينية، بالثقافة الإسلامية خصوصا لا ترتبط بالثقافة الإسلامية، الذين ينادون بهذه النداءات ويأتون بها إلى صميم الدين، إلى المرجعية الدينية، نفس هؤلاء في القضايا الدنيوية المهمة عندهم لا يطالبون بهذه المطالبات أبدا، لا يطالبون. عندما يريد أن يشتري سيارة لا يقول أنا أريد أن تكون السيارة، إذا هو إيراني في إيران يعيش، لا يقول أنا أريد أن تكون السيارة إيرانية، لا، يشتري السيارة الجيدة. لماذا هناك لا ينادي؟ في الكويت لا نريد تكويت السيارات، نريد تكويت الدين. في العراق لا نطالب بأنه السيارة تكون عراقية، إذا كان يتمكن يشتري سيارة فخمة من أي بلد كان، لماذا هناك لا تطالبون؟ عندما يريد أن يبني داره يأتي بمهندس، في الكويت يطالب أن يكون المهندس كويتيا؟ أبدا، إن كان كويتيا إن كان غير كويتي، المهم مهندس خبير فاهم، إذا كان يتمكن يأتي بأفضل المهندسين أو من أفضل المهندسين، من أي بلد كان المهندس لا يهمه أصلا. في المهندس لماذا لا نطالب بهذه النداءات، هذه المطالبات؟ عندما يصبح مريضا يريد أن يراجع طبيبا، في الكويت يذهب إلى طبيب كويتي لأنه كويتي؟ أبدا، يذهب إلى طبيب خبير، كويتيا كان، هنديا كان، أمريكيا كان، عراقيا كان، من أي بلد كان. عندما يريد أن يشتري بضاعة مهمة يهمه شراء هذه البضاعة، مؤثرة هذه البضاعة في حياته، يذهب يشتري بضاعة جيدة، إن كان يتمكن بضاعة ممتازة من البلد الفلاني، أصلا يتعمد أن يشتري من بلد فلاني لأنه بلد راقي جدا في هذه البضاعة. هناك لا نطالب، نطالب في الدين فقط. هناك نفهم في الأمور الدنيوية التافهة، الدنيا كلها تافهة كلها، لا تسوى عند الله، الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، تافهة تافهة. في الأمور التافهة نبحث عن أفضل ما يكون أو من أفضل ما يكون، أما في الدين لا. المرجع يلزم أن يكون عراقيا، إيرانيا، كويتيا، أي بلد، كل في بلده. قبل فترة في كربلاء المقدسة التقيت بشخص كان معجبا برجل دين، وصار يذكر أنه كذا، هذا لا بأس، يقلده لعله، لا بأس، أنت مقتنع بشخص أنه واجد لشرائط المرجعية مثلا، قلده لا بأس. ذكر، أنا ساكت طبعا، بعد أن ذكر بعض الأشياء صحيحة غير صحيحة،
قال المهم في هذا المرجع أنه المرجع الوحيد العراقي. الكلمة أزعجتني كثيرا، وصلنا إلى هذه المستويات. قلت له ليس مهما أنه عراقي أو غير عراقي، أنت تراه واجدا لشرائط المرجعية قلده لا بأس، تراه غير واجد لشرائط المرجعية لا تقلده، عراقي أو غير عراقي. أصر، قال لا هذا مهم. قلت له كلمة غضب كثيرا، قلت له إن كنت تقصد أنه عراقي لأنه ولد في العراق فليس هو الوحيد من المراجع، العديد من المراجع اليوم قد ولدوا في العراق. قال لا ولكنهم من بلاد أخرى، ولكن هذا أصله عراقي، هذا أباؤه عراقيون. قلت له كلمة، قلت لعلمك أن هذا الذي تقول أنه عراقي جده الأعلى إصفهاني من إصفهان. غضب كثيرا، قال لا هذا غير ممكن. قلت له اذهب إليه واسأله، جده طبعا عالم كبير جدا، كان جده على بداية هذه السلسلة العلمية وما مجموعة من علماء فيهم. قلت كبيرهم فلان اسمه، ذكرت اسمه له، مشهور فقيه كبير رضوان الله عليه قبل 100 سنة تقريبا، كان من إصفهان، ولد في إصفهان، إصفهاني. غضب، قال لا هذا عراقي هذا ما أدري كذا. قلت اذهب اسأل. قلت له ليس مهما إصفهاني ولا غير إصفهاني، أنت مقتنع بأنه واجد لشرائط المرجعية قلده، أما تقول لأنه عراقي هذا مفهوم خاطئ، هذا المفاهيم ما كانت فينا، كانت في الآخرين، في قضايا دنيوية، في حكومات، في سياسات، كانت لا علينا بهم. تأتي بهذه المفاهيم السيئة للدين، مرجع يلزم أن يكون عراقيا؟ بداية هذه السلسلة العظيمة من الفقهاء في هذه الفترات الأخيرة، هذا التحول الذي لعله البعض يعتبره تحولا كبيرا جدا حصل في مجال الأصول، في مجال الفقه، منذ الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه قبل 2 ونصف تقريبا، قبل 250 سنة تقريبا. الوحيد البهبهاني هو ولد في أصفهان، عاش في بهبهان، كانت المرجعية له. من بعده جاء عدد من تلاميذه الوحيد البهبهاني مربي الفقهاء، نادر مثل الوحيد البهبهاني موجود عنده تلاميذ بهذه المستويات الراقية في الفقه، تلاميذه طبعا أعظم منه، ربى جيلا من الفقهاء. من بعده هو إصفهاني وعاش سنوات في بهبهان، من بعده جاء تلميذه السيد مهدي بحر العلوم، ابن كربلاء، ولد في كربلاء السيد مهدي بحر العلوم. من بعد السيد مهدي بحر العلوم جاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير، من العشائر العراقية الشيخ جعفر كاشف الغطاء. من بعده جاء ولداه ابناه الشيخ موسى والشيخ علي، ابناء الشيخ جعفر كاشف الغطاء، من العشائر العراقية. من بعده جاء صاحب الجواهر، صاحب الجواهر مختلف في أنه من العراق من غير العراق، يقال أنه عراقي، البعض يقول له، يقول لا هو من إصفهان، على أي حال. من بعد صاحب الجواهر جاء الشيخ الأنصاري، ولد في دسفول في خوزستان، دسفول مدينة صغيرة في مقاطعة خوزستان، خوزستاني شيخ الأنصاري دسفولي، فقيه كبير طبعا. من بعد الشيخ الأنصاري جاء المجدد الشيرازي، من شيراز من بلاد فارس. من بعد المجدد الشيرازي جاء الأخوند الخراساني من هرات من أفغانستان، أفغاني الأخوند الخراساني، أفغاني، هذه المنطقة كلها كانت تسمى خراسان. من بعد الأخوند الخراساني جاء السيد محمد كاظم اليزدي، السيد محمد كاظم اليزدي والميرزا محمد تقي الشيرازي، هذا من يزد ذاك من شيراز، واحد من أفغانستان، واحد من العراق، واحد من إيران، واحد من، ليس مهما أصلا، هذه المفاهيم ما كانت. أحد اعترض لماذا
الوحيد البهباني هو من أصفهان إيراني عاش في العراق، طبعا هو عاش في كربلاء المقدسة وتوفي هناك ودفن هناك، ولكنه إيراني يعتبر. أحد قال لماذا؟ أحد اعترض أنه لماذا كاشف الغطاء من العشائر العراقية؟ أحد اعترض لماذا الأخوند الخراساني أفغاني؟ لا لا نقول لدى الأخوند الخراساني لأنه أفغاني. هذا مفاهيم خاطئة. هذا سيد، ذاك شيخ عادي، ليس مهما أصلا، هذه المفاهيم غير مهمة. أصبحنا اليوم لا أطر ضيقة ضيقة جدا نبحث عنها. لا، أحيانا أطر أضيق من ذلك، ليس فقط أريد من بلد معين، أريد من عائلة معينة فقط. أنا أريد المرجع من هذه العائلة، أنا قلدت مرجعا شيرازيا من العائلة الشيرازية، أريد أن أقلد مرجعا من العائلة الشيرازية إلى آخر عمري. أي مفهوم هذا؟ في أي آية قرآنية وردت أنه المرجع يلزم أن يكون من العائلة الشيرازية؟ في أي رواية شريفة وردت هذه المعاني؟ معاني سيئة خاطئة خلاف الدين. انظر، هو واجد لشرائط المرجعية قلده، شيرازي غير شيرازي ليس مهما. أبائي قلدوا السادة الشيرازية، أنا أيضا أريد أن أقلد السادة الشيرازية. هذا في القرآن ورد، في الروايات الشريفة ورد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ماذا؟ مرجع واجد لشرائط المرجعية، من أي بلد، من أي عائلة قلده خلاص. الميرزا مهدي الشيرازي، الميرزا عبد الهادي الشيرازي توفي، جاء من بعدهم الفقيه الكبير العظيم العبقري النادرة السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. قلدناه لأنه شيرازي؟ لا، لأنه واجد لشرائط المرجعية، أثبت مكانته العلمية، أثبت مكانته في التقوى من أيام والده. قلدناه لأنه شيرازي؟ غلط. قلدناه لأنه واجد لشرائط المرجعية، مرجع مقدس واجد لشرائط المرجعية. مجموعة من كتبه، مجلدات من موسوعة الفقه الكبيرة، الموسوعة العظمى في الفقه، مجلدات طبعت في زمن أبيه، في زمن أبيه فقيه قدير. توفي أخوه، جاء لماذا قلدنا السيد صادق الشيرازي؟ لأنه شيرازي؟ لا، مفهوم خاطئ. لأنه وجدت فيه الشرائط، وجدنا فيه الشرائط، فقيه أثبت فقاهته منذ سنوات طويلة، كتابه في شرح العروة الوثقى أسأله العلماء يعرفون. هذا الكتاب طبع وهو في 35 من عمره، أيام شبابه طبع هذا الكتاب، كتاب إلى الآن لا نظير له في مجاله، في باب الإجتهاد والتقليد إلى الآن لا نظير لهذا الكتاب، كتاب راقي جدا، أثبت مكانته العلمية، مرجع قديس قلدناه. لا، لأنه أخ لمرجع توفي. لماذا نقلد؟ وجدنا هذا الأخ واجدا لشرائط التقليد قلدناه، وجدنا ابن مرجع، أخ مرجع واجدا لشرائط التقليد قلدناه، وجدناه غير واجد لشرائط التقليد لا نقلده. نحبه، الحب شيء آخر، أما التقليد دين. التقليد ليس خاضعا لهذه الأمور، أنا أريد أن أتبع هذا الشخص في ديني في يوم القيامة. أصلا التقليد ما هو معناه؟ التقليد معناه أنه أنا أجعل ديني قلادة في عنقه، في يوم القيامة يقول لي لماذا صليت هكذا؟ أقول هذا. لماذا صمت هكذا؟ أقول هذا. يلزم أن يكون هذا الشخص واجدا للشرائط أم لا؟ نعم، الشرائط ذكرت في الروايات الشريفة، نعم. أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا، أولا من كان من الفقهاء، أولا الشرط الأول أن يكون فقيها. لا، حسب تعبير بعض العلماء هذا ليس شرطا، هذا هو الموضوع أساسا، البقية شروط، هذا أقوى من الشرط، هذا هو الموضوع. أما من كان من الفقهاء واجدا لهذه الشرائط، صائنا لنفسه حافظا لدينه، مخالفا على هواه أو لهواه في بعض النسخ، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. مرجع يلزم لا يخضع لهواه، وجدت هذه الشرائط في شخص قلده، هندي، أفغاني، باكستاني، أمريكي، من أي بلد ليس مهما، من أي عائلة ليس مهما.
أنا أقول لكم هذه القضية حتى نعرف القضية قضية دقيقة. هذا الدين. السيد المرجع أدام الله ظله الشريف السيد صادق الشيرازي كان في أيام شبابه مقلدا لوالده المرحوم المرزا مهدي الشيرازي. والده توفي والسيد صادق الشيرازي آنذاك دون العشرين، لم يكمل العشرين من عمره في فترة شبابه، توفي والده. طبعا وفاة والده كانت فاجعة، بالإضافة إلى أنه والد توفي موت فجأة يعني بالجلطة. كان متهيئا للوضوء، يريد أن يتوضأ لصلاة المغرب والعشاء قبيل المغرب، عند الحوض واقف متهيئ للوضوء، سقط أصابته جلطة قلبية، سقط توفي في نفس المكان. فالمصيبة كانت كبيرة على قلوبهم طبعا، كل أب هكذا، خصوصا أنه أب محبوب كان جدا. في تشييع الجنازة وعشرات الآلاف من أطراف البلاد جاءوا لتشييعه، فقيه محبوب مقدس جاءوا لتشييعه، والسيد المرجع يمشي في تشييع والده. جاءت مسألة إلى ذهنه، أنا هو يعني كنت مقلدا لوالدي ووالدي توفي، هل يجوز لي أن أبقى على تقليده أم لا؟ الناس عادة في هذه المسألة يقلدون مرجعا حيا، نسأل من مرجع حي يجوز البقاء على تقليد الميت؟ قال نعم يجوز نبقى، قال لا يجوز لا نبقى، القضية سهلة. السيد هو السيد المرجع أدام الله ظله الشريف آنذاك لعله كان في بدايات الاجتهاد، لعله لا يجوز له أن يقلد. إجمالا كان على تقليده، يجوز أن يبقى؟ يسأل من أحد؟ لا يعلم. ترك تشييع والده. أنا هذه القضية سمعتها من عدد من الثقات الذين يعرفون القضية من قرب. ترك تشييع والده، ذهب إلى الدار، فتح الكتب العلمية الفقهية، بحث هذه المسألة والناس في تشييع والده وهو في الدار، إلى أن توصل هذه المسألة. كان يريد أن يحتاج إلى فترة بقاء على تقليد الميت إلى أن يرى وضعه. توصل حسب الروايات الشريفة، حسب الأدلة التي كتبت في هذه الكتب الفقهية، توصل إلى أنه نعم يجوز له أن يبقى على تقليد والده إلى أن يرى الوضع، إلى أن يقلد فقيها آخر أو يجتهد يستنبط الأحكام الشرعية بنفسه. فرجع والتشيع قد انتهى، قبيل دفن والده وصل إلى المقبرة، عشرات الآلاف جاءوا ليعزونا، ليس مهما، هذا الدين. أنا لو مت الآن يقولون لي كان لك مرجع تقليد أم لا؟ ما أعلم. عندي حجة شرعية أم لا؟ لا أعلم. أترك تشريع والدي وهو مفتجع بوالده لكي تكون له حجة أمام الله؟ هذا الدين، هذا ليس لعب. الناس يقولون ترك تشيع والده، ليقولوا ليس مهما، المهم أنا تكون لي حجة أمام الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يكون عندي جواب. الدين هكذا، صعب عليه أن يترك تشيع والده؟ نعم صعب عليه، صعب جدا، ليس صعبا، صعب جدا. أخر ذلك ساعة ساعتين، من قال لك أنك تبقى إلى بعد ساعتين؟ هذا والدك قد توفي وأنت على الأثر. الدين هكذا، هذا الدين أصبح لعبة بأيدينا، من هنا وهناك نجره. إخواني القضية ليست فقط في التقليد، حتى في القضايا العادية الدينية، في القضايا التي ليست بتلك الدرجة من الأهمية. أحمد الشيرازي يصلي هنا صلاة جماعة، أنا أصلي خلفه لأنه ابن مرجع مقدس، غلط. ابن مرجع مقدس أم لا؟ ليس مهما هذا. وجدت فيه شرائط إمام الجماعة، مع أنه تعلمون شرائط إمام الجماعة ليست شرائط كبيرة حتى في مثل هذا الشيء. أنا أحب شخصا أحبه ولكن أصلي خلفه لأنني أحبه، لأنه من العائلة الفلانية، غلط، مفاهيم خاطئة.
تعتقد بعدالتي، تعتقد بأنه واجد لشروط إمامة الجماعة، صلي خلفه. لا تعتقد بذلك، لا تصلي خلفه حتى لو تحبه. الحب شيء، حتى صلاة الجماعة هذا دين، ليس مثل المرجعية، ولكن حتى مثل هذا واجد لشرائط إمام الجماعة صلي خلفه. ليس واجدا لشرائط إمام الجماعة لا تصلي خلفه لو كان ابن أعظم مرجع، ابن إمام معصوم، لو كان أقول طبعا أبناء الأئمة طاهرون طيبون عادة، ولكن أقول لو ابن نبي، نوح نبي ابنه إنسان فاسق كافر، لأنه ابن مرجع يلزم أن يصلي خلفه؟ لا. الدين حدود. في يوم القيامة عندما يجعلونا، قبل يوم القيامة بداية قيامتنا، عندما يجعلونا في القبر يلزم أن يكون لي جواب. عندي جواب لا بأس أعمل، ما عندي جواب لا أعمل. المفروض أننا كنا قد انتهينا من هذه المفاهيم في زمن النبي. النبي أذابها، أزالها. عبد مقداد، المقداد عبد، المقداد ابن الأسود الكندي عبد، جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله جعله في القمة في الدرجة الثامنة من الإيمان. سلمان في العاشرة، أبو ذر في التاسعة، مقداد في الثامنة من الإيمان، عبد. وفلان ابن فلان ابن عشيرة، النبي صلى الله عليه وآله قال لا أشبع الله بطنك، لا أشبع الله بطنه لعله في الربع. عربي يعني على المشهور أنه عربي، ليس مهما، عربي غير عربي، من عائلة معينة من غير، لا ليس مهما. المقداد يصبح عظيما، هذا يصبح شيء آخر. هذه المفاهيم انتهينا منها قبل 1400 سنة، الآن نعيدها في الدين. اليوم يصادف على المشهور بين المؤمنين ذكرى ارتحال السيدة الجليلة العظيمة سيدة أم البنين سلام الله عليها. كلمة واحدة، البعض يقول السيدة أم البنين توفيت، وفاة السيدة أم البنين، البعض يقول استشهاد السيدة أم البنين. أنا لا أريد أن أقول أنها استشهدت أم لا، ولكن ليس، لعله ليس من الصحيح ما يفعله بعضنا ننكر لا السيدة أم البنين ما استشهدت، وفاة أم البنين لماذا تنكر؟ أقول شيئين. أولا، هناك حديث وهذا المعنى أرسل إرسال المسلمات، أنا لا أقول، السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه يقول وكلامه صحيح وهو محقق عظيم، أرسل إرسال المسلمات في الحديث الشريف من مات على حب آل محمد مات شهيدا. في الحديث الشريف عن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما شيعتنا، لعله الإمام على ما ببالي يحلف يقول والله ما شيعتنا إلا صديق شهيد. كل شيء صديق شهيد، شهيد شهيد. الراوي اعترض على الإمام، لعله كان زيد بن أرقم، لعله قال كيف يكون هؤلاء شهداء؟ فالإمام قرأ له آية الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، استدل بآية. طبعا هذه الرواية الشريفة جدا جميلة وكل كلامهم جميل ورائعة، لعلي توقفت عند هذه الرواية الشريفة سابقا. الذي يموت على حب أهل البيت هو شهيد. يوجد حب لأهل البيت مثل حب السيدة أم البنين لسيد الشهداء؟ أي حب كان هذا؟ الحب الذي ينسيها أعز أبناء عرفتها البشرية. يوجد أبناء مثل أبناء أم البنين؟ أنا لا أقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول مضمون كلام الإمام ليس لهم على وجه الأرض من شبيه أو شبيهون، هذول أهل البيت الإمام الحسين ما كان لهم على وجه الأرض شبيه أهل بيته السبعة عشر الذين استشهدوا بين يديه من أصحاب من أهل بيته، ما كان لهم على وجه الأرض شبيه. مضمون رواية الإمام زين العابدين على ما ببالي،
أو الإمام الصادق صلوات الله عليهما. العباس إخوان أخوته هؤلاء لا نظير لهم على وجه الأرض. السيدة أم البنين فقدت هكذا أبناء ونسيت أبناءها في حب سيد الشهداء. يوجد حب هكذا؟ حب الذي يموت على حب أهل البيت مات شهيدا. السيدة أم البنين كيف؟ وهذا الحب العظيم الذي كانت تحمله. هذا أولا. ثانيا، بصورة عامة من كانوا حول الإمام سيد الشهداء هؤلاء لماذا ماتوا؟ سؤال. السيدة أم البنين لماذا ماتت؟ السيدة أم البنين طبعا ما كانت كبيرة في العمر، لعلها كانت في بدايات الخمسينيات من عمرها. السيدة أم البنين لعلمكم الظاهر من الوضع يظهر أنها كانت أصغر سنا من السيدة زينب أيضا في بداية الخمسينيات، لعلها في 52 من عمرها، في 53 من عمرها. لماذا ماتت السيدة أم البنين؟ فاجعة عاشوراء كسرتهم. مصيبة الإمام سيد الشهداء قتلتهم. الذي يموت في سبيل الله هذا شهيد أم لا؟ شهيد. الذي يموت في مصيبة سيد الشهداء هذا ليس شهيدا؟ هذا ليس في سبيل الله؟ السيدة أم البنين شهيدة؟ نعم شهيدة. السيدة رقية شهيدة؟ نعم شهيدة. السيدة أم كلثوم شهيدة؟ نعم. السيدة زينب شهيدة؟ نعم. السيدة فاطمة بنت الحسين شهيدة؟ نعم. هؤلاء قتلتهم عاشوراء، مصيبة سيد الشهداء قتلتهم. تلك المصيبة العجيبة العظيمة، قتلوا في أي شيء؟ ماتوا في أي شيء؟ ماتوا في قضية سيد الشهداء. هذه ليست شهادة؟ هذا ليس في سبيل الله؟ من أظهر مصادق الموت في سبيل الله، الموت في سبيل الله شهادة. شخص يريد أن يقول وفاة السيدة أم البنين ليقول، ليس مهما، لا أصر أنه قل شهادة السيدة أم البنين، ولكن لا ننكر أنها شهيدة. نعم شهيدة. كل من كان حول الإمام الحسين في مصيبته، الذين تأثروا بمصيبة سيد الشهداء ماتوا على أثر تلك المصيبة، من ضغط تلك المصيبة. الإمام زين العابدين في يوم عاشوراء كاد أن يموت، كاد أن يموت. هو يقول كادت، هذا لعله نص عبارة الإمام زين العابدين، كادت روحي تخرج. المصيبة كانت مصيبة كبيرة. هؤلاء شهداء. نعم شهداء. حب أهل البيت إذا الذي يموت عليه فهو شهيد، فكيف بهؤلاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه السيدة الجليلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب الحوائج إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا بحق السيدة أم البنين اقض حوائجنا، اقض حوائجنا الدينية، اقض حوائجنا الدنيوية، اقض حوائجنا الأخروية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.